عشان ننتج وعشان يكون عندنا قدرة ان احنا نكمل بقية الاسبوع فعلا لازم ندي لنفسنا راحة، مش لازم نغير المكان. ويمكن عاصم قبل الفاصل اننا ممكن الواحد يروح فعلا يعاصم يعمل اي مصلحة، لكن عارف انا ما كنتش اقصد ده بس بكلامي، انا قصدي ان احنا حتى لو قدام مثلا لوحة خضراء زي اللي موجودة في الاستوديو هنا وقعدنا كده قدامها مثلا نص يوم وبنشرب مثلا شاي او قهوة جنبنا حد من اصحابنا من قرايبنا، كمان ندي اهل بيتنا طبعا حقهم واولادنا، يبقى في لغة حوار، نبعد عن الصمت الاسري، ده فعلا هيبقى له دور كبير جدا في يعني ان احنا نكتسب طاقة إيجابية كبيرة. وفعلا انه اي جهاز في الدنيا لازم تديله بريك، العربية لازم تقف شوية، لازم تديها بنزين، هو ده اسمحوا لي اشبه الانسان زي العربية اللي بتاخد البنزين بتاعها في اليومين دول عشان تقدر تكمل كل الاسبوع. خلينا نقول يا اسراء ان معظم الناس بتعتمد في الاجازات بتاعتها على اجازات المواسم، سواء الاعياد او بعض المواسم او الاعياد الرسمية اللي موجودة طبقا لقاموس الدولة، لكن في ناس برضو ما تقدرش تاخد اجازة حتى في الاعياد وفي موسم الشغل بتاعها زي رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة. خليني كمان اقول البقاء لله، البقاء لله في الثلاث ضباط اللي تم يعني اغتيالهم وتم الغدر بيهم بالامس في احد الكمائن بمنطقه العريش، ربنا يا رب يتغمدهم برحمته ويسكنهم في سيحه جناته. دايما بتقول الناس او بعض الناس بيلقوا اللوم على ضباط الشرطه وبيهاجموهم، تخيلوا بقى ناس المفروض يوم 25 نحتفل بيهم بجانب طبعا للثوره المصريه عشان ما حدش يقول في تناقض، لا زي ما 25 يناير عيد للثوره المصريه كمان عيد ضباط الشرطه المصريه. انا مع حضراتكم عدلنا المسار والحمد لله رب العالمين، الشرطه عرفت السلبيات اللي عندها وبتحاول بشكل كبير جدا انها تصفي كل البؤر الوحشه اللي عندها، كل انسان خطاء وربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد معصوم من الخطا سوى الرسل والانبياء، ولكن نتمنى يا رب ان يكون ان شاء الله باذن الله تعالى نظرة أمل ونظرة فعلا لحق الناس دي ودور الناس دي في حفظ الأمن والأمان لبلدنا. الجيش، قوات المسلحة المصرية وأيضا رجال الداخلية عليهم دور كبير جدا جدا، احنا بنكون نايمين في بيوتنا في عز التلج متدفين تحت 14-15 بطانية وهم واقفين على الحدود بيدافعوا عننا، أتمنى يكون في نظرة كده حقانية بنظرة حق للدور اللي بيقوم بيه أبطالنا، أبطال القوات المسلحة ورجال الداخلية. تعالوا مع بعض. عايز تقولي حاجة؟ أنا كنت عايز أقول لك يا عاصم إن أنا دايما بأشيد بموضوع فعلا دور رجال الشرطة، وأنا بضم صوتي لصوتك طبعا في موضوع إن احنا يكون لينا كده إحساس وشعور معين تجاههم، ما ينفعش أبدا ننكر الدور اللي بيقوموا بيه. مش بس كده، أنا بقى مش معاك ان احنا نفكر الناس بيوم 25 يناير ان هو ثوره، لا احنا هنحتفل زي ما انت قلت بعيد الشرطه، مش هنقول يا جماعه ما مش هنحتشد مش هنطلع نتظاهر، لان ده يوم جميل من ايام ربنا سبحانه وتعالى مش هنلوثه. انا بقول زي ما المصريين بيتذكروا طبعا في يوم 25 يناير ان ده عيد للثوره المصريه، كمان ان احنا نحتفل فيه بعيد الشرطه المصريه طبعا. وانا طبعا يعني متضامن مع الدعوات اللي احنا كل واحد كده خارج يوم 25 يناير شاف ضابط او اي فرد من افراد الشرطه امين شرطه، حتى لو مش معاك فلوس تجيب ورده اقول له كل سنه وحظك طيب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت درع الامان للبلد دي، اعتقد جميل جدا حتى تبسمك فاجئ اخيك صدق طبعا. لما اشوف اسراء الصبح كده واضحك لها او اضحك في وشها بشكل عام هاخد صدقه، وكمان تخيل بقى قلبها هينشرح وقلبي انا كمان هينشرح وحضراتكم لما نضحك في وشكم يبقى اكيد قلبكم انشرح، فعشان كده لابد ننشر ثقافه المحبه والسلام ما بيننا جميعا، يا رب دايما في كل حب وخير وسلام. نبدا اخبارنا واول خبر مع اسراء، يلا بينا نبتدي اخبارنا يا عاصم بمنتهى الانشراح والتفاؤل بالظبط كده. قمه مصريه صينيه اليوم، خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن الخبر. تشهد القاهرة اليوم انعقاد القمة المصرية الصينية المرتقبة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي يانغ بينغ. كان الرئيس السيسي قد استقبل الرئيس شي الذي وصل مساء أمس قادما من الرياض في زيارة لمصر تستمر يومين وتعد الأولى لزيارة الرئيس الصيني منذ 12 عام. وقال مصدر رفيع المستوى للأهرام أن مباحثات الزعيمين ستتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، بالإضافة إلى بحث زيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، كما سيتم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. خلينا نقول يا إسراء يعني الناس المغرضين اللي هم حقودين على البلد، شفت انت طبعا مواقع التواصل الاجتماعي طبعا. وبشكل كبير جدا كانوا بينتقدوا هي الصين عندها ايه عشان مصر تتعاون معاها، ليه النظره المحدوده المدى لدوله الصين؟ دوله الصين
مع حضراتكم ان في بعض المنتجات الرقيقه وبعض المنتجات اللي لا تليق بالمستوى، ولكن هم الصين بيعملوا. انت عايز المنتج ده، الساعه دي في منها ب 5 جنيه وفي منها ب 1000 جنيه وفي منها ب 10000 جنيه حسب امكانياتك. ولكن احنا خلينا كده عندنا نظره بعيده المدى. دوله الصين يمكن اثبتت تقدمها في الكثير من المجالات، في الصناعات الصغيره والصناعات متناهيه الصغر وايضا الصناعات العملاقه. دوله الصين من الدول الرائده اقتصاديا على مستوى العالم، فاحنا ممكن نستفاد من الخبرات الاقتصاديه دي. عندنا مشروعات كبيره جدا، عندنا القطار المكهرب، قطار مكهرب يعني بالكهرباء يوفر لك طاقه بديله جدا. وعندنا الحمد لله، تقول لي طب احنا هنجيب منين كهرباء؟ لا، عندنا محطه كهرباء الضبع، عندنا الحمد لله رب العالمين طاقه الرياح، ويمكن في مشروع دلوقتي اسراء بيتم ضخه زياده موارد الرياح في مصر لتوليد الطاقه الكهربائيه. اذا احنا عندنا العديد من المشروعات، ليه ما نأملش خير؟ ليه نمسك بس الجزء الاسود او الجزء الفارغ من الكوبايه، ما تبص على النص المليان؟ نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لهذه الزياره اللي يمكن النهارده بتختتم فعالياتها بالقمه المصريه الصينيه. وفعلا زي ما انت قلت يا عاصم، ان الرد في الاخر على التاجر، التاجر اللي بيختار اردأ المنتجات يعني من ناحيه القيمه، ولكن بيبص بس للقيمه الماديه وليس الجوده. انا مش عايزه اطول على حضراتكم في الكلام على المنتجات الصينيه، لان حضراتكم طبعا ادرى مني بيها. وخلينا نشوف الخبر الثاني مع عاصم. السيطرة على 16 بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور في 4 محافظات، السلامة للجميع يا رب العالمين. قال الدكتور موسى سليمان مدير عام الإدارة العامة لأوبات وأمراض الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قال إن آخر تقرير صدر بشأن بؤر الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور يوضح ظهور 16 بؤرة جديدة بالمرض، منها 14 بؤرة تربية منزلية واثنين بالأسواق، وتم السيطرة عليها جميعا منذ بداية يناير الجاري وحتى الآن، وفي 4 محافظات وهي سوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء. كما أكد موسى أن جميع بؤر الإصابة التي ظهرت في تحصينها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ظهور مرض إنفلونزا الطيور يعود لارتفاع معدلات التربية العشوائية للدواجن في القطاع الريفي، والذي يفتقد قواعد الامان الحيوي. ويمكن ده اللي احنا بناكد عليه، وكان عندنا فقره خامه بازاي نحن ناخذ احتياطاتنا لتجنب الاصابه بهذا المرض الخاص بانفلونزا الطيور. دايما بنؤكد يا اسراء ان يكون في احتياطات كبيره جدا تتخذها ربه المنزل او ربه هذه الطيور حتى تتجنب الاصابه من هذا المرض اللعين. والف سلام على حضراتكم. واللي خلاني انا سعيد جدا من هذا الخبر ان احنا اخذنا احتياطاتنا. دايما بنقول ان احنا ما بناخدش احتياطاتنا غير بعد ما توقع المشكله، ولكن الحمد لله من بدايه الموسم يمكن من اخر الصيف كده في احتياطات، في اجراءات بتتخذ مكافاه الجهات لتجنب الاصابه بهذا المرض اللعين. والف سلام على حضراتكم. وفعلا بقى في خطوات استباقيه للمشكله قبل ما تحصل، وكمان احنا مع حضراتكم. انا شايفه يا عاصم في الاول وفي الاخر المشكله اساسها الوعي. لو احنا عندنا وعي هنقدر نحارب اي مشكله ونتخطاها باذن الله بنسبه قليله جدا من الخسائر. اخر خبر معانا في نشرتنا الاخباريه هنسمعه حالا، وهو بعنوان ورشة عمل تطالب بتعظيم الاستفادة من المخزون السمكي ببحيرة ناصر. خلينا نشوف تفاصيل اكثر عن الخبر. طالب المشاركون في البرنامج التدريبي الذي عقد بعنوان الجديد في تكنولوجيا تصنيع وتعبئة الأسماك بضرورة تعظيم الاستفادة من المخزون السمكي ببحيرة ناصر وتقديم الدعم الفني لمربي الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين في مجال صيد الأسماك. وهو ده فعلا اللي بنأمله في الفترة اللي جاية، أنه يبقى فيه انتعاش في كل الثروات اللي موجودة عندنا وتحديدا في الثروة السمكية. طالما بنتكلم عن السمك برضو شيء بشيء يذكر، كان في خبر قبل كده وكان في بعض التصريحات بوجود بعض الأسماك المسممة واللي بتؤدي ليه أو الأسماك النافقة بشكل كبير جدا. ولكن عايز أطمن حضراتكم تم السيطرة على الموقف بشكل كبير، يعني جهاز حماية المستهلك برضو شن الكثير من الحملات والمرافق اللي سيطرت على الأسواق. ولكن برضو حضرتك نصيحة مهمة جدا، دايما بيقولك لما تيجي تشتري سمك أو تشتري أي سلعة بشكل عام، يا ريت تشتريها من المكان الموثوق او المكان اللي انت عارفه ومتاكد من سلامه هذا الموضوع. زي ما الدوله عليها دور انها توفر لك برضه سلعه غذائيه امنه، عليك انت دور وانت راح تشتري السلعه دي تبص على تاريخ الصلاحيه، تشوف المنتج ده سليم ولا لا، حتى نحفظ السلامه العامه للجميع. وكمان يا عاصم عايزين نطمن الناس على موضوع الميه، الميه حصل فيها يعني تعقيم كامل وشامل، ما فيش اي مشكله في الميه، عشان الناس ما تبقاش قلقانه شويه بموضوع الاسماك النافقه. يعني يا رب ان شاء الله نتمنى
السلامة للجميع. النهاردة معانا أكتر من فقرة حوارية، اسمحوا لي أقول لحضراتكم أول فقرة هتكون في حوار مع الفلاحين، وطبعا اللون الأخضر ومصر الزراعية دايما بيت الفلاح المصري الأصيل. تاني فقرة معانا إيه عاصم؟ دايما كمان بنحب نسمع من إخواننا الفلاحين والمزارعين كل شكواهم ومطالبهم، دايما بنحرص إن احنا نكون همزة الوصل ما بين الفلاح البسيط والمسؤول، حتى نستطيع نزل كافة العقبات لصالح إخواننا الفلاحين والمزارعين ونوفر لهم كل الخدمات والمرافق. كمان عايز أقول لحضراتكم إن وزارة الزراعة متمثلة طبعا في قناة مصر الزراعية بتحتضن كل اخواننا الفلاحين المزارعين، لو حابين تشرفونا فوق دماغنا من فوق على كل رحب وسعة صدر، مهم جدا ان احنا نفتح قلوبنا وصدورنا لاخواننا الفلاحين المزارعين حتى نستطيع ان احنا نتكاتف معهم للنهوض بقطاع الزراعة العريق. الفقرة الثانية هتكلم فيها ان شاء الله عن موضوع هام جدا وهو النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وازاي نقدر نعيد هذه الصناعة لرونقها كما كانت من قبل، وان شاء الله يكون ضيوف فيها الاستاذ محمد سعيد عضو الجمعية العمومية بالغرفة التجارية بالاسكندرية شعبة المنسوجات، وايضا الاستاذ صلاح المصري رئيس شعبة صناع النسيج وعضو اتحاد الصناعة. الفقرة الثالثة هتكون ختامه مسك بقى ان شاء الله. ايوه، والفقرة الثالثة زي ما عودنا مشاهدينا دايما بنحب نختم اسبوعنا كده ختامه مسك فعلا زي ما قلت، انه الفقرة الفنية الجميلة اللي هنستمتع فيها مع حضراتكم بالصوت الجميل والطرب الاصيل، وهيكون فيها معانا طبعا ضيفنا العزيز المطرب ميلاد ناجح. خلينا نستمتع بصوته ايا كان ترتيب فقراتنا الحوارية. النهارده يوم مليء وسعيد بوجود حضراتكم وكمان بوجود ضيوفنا. مهم جدا ان احنا زي ما نقول لحضراتكم ناخد بريك ونفصل، كمان مهم جدا احنا نسمع مزيكا نرفع عن نفسنا شويه بسماع بعض المزيكا الهاديه، حد دي بتهدئ اعصابنا شويه مزيكا وشويه قران يعني. القران في المقام الاول طبعا، الاول في الاخير طبعا القران الكريم والقرب الخالق عز وجل في العديد من العبادات سواء الصلاه او قراءه القران الكريم وغيرها، ولكن مهم جدا برضه احنا نرفع عن نفسنا ونشم يعني هوا نضيف ونبص للون الاخضر بشكل كبير جدا ونعيش حياتنا بايجابيه وليس بسلبيه. هنروح فاصل سريع ونرجع نبدأ مع حضراتكم ملفقات برنامجنا الحواري النهارده برنامجكم اللون الاخضر، انتظرونا.